أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من البرنامج وفيه نتابع. على كل حال قلنا لكم عندنا مفاجأة اليوم، أبناء بوبسيلة، أبناء حي المجاهد. ما الذي أغضبك في تصريحات بالزعيم؟ هذا غلط وكذب. المعلومة اللي أعطاها ما هيش يعني هي صحيحة، أعطى أرقام اللي ما عندهاش علاقة مع الواقع. علاش ما فتحوش الملف قبل ما يحلوا المجلس؟ هادو فتح الملف قبل أن يحل المجلس. ما زالت البيروقراطية تعطل كل شيء في الجزائر. الأمر معقد جدا، علاش لكل واحد يتنظم لازم نخونوه؟ بديل اللاحوار شنو هو؟ رئيس الجمهورية ورئيس الأركان وكل الجنرالات اللي يتكلموا عليهم والوزراء يحبطوا لا غروند بوست ويحطوا المفاتيح تحت الباياسون. لماذا حراك؟ وماذا سيحدث بعد الحراك؟ كيف سنكون بعد الحراك؟ الغرفة لم تعد ملكي. ما سر الصوت المتدحرج منك؟ في بعض الأحيان وانت تقرأي الشخصيات يخرجوا تشوفيهم هكذا شغل راح تكلميهم